بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدأ اليوم بالتجربة الثانية من تجارب مختبر إلكترونيات 2، وهذه التجربة هي عبارة عن الكومون كوليكتر امبليفاير. تمام، احنا في التجربة الأولى أخذنا الكومون إيميتر امبليفاير وشفنا شو خصائص الكومون إيميتر امبليفاير. لقينا إنه بالكومون إيميتر امبليفاير اللي أخذناه التجربة اللي فاتت كان الفولتج جين فيه عالي شوي، إلى أن الأوتبوت فولتج كانت قيمتها 3 فولت، لكن الإنبوت فولتج اللي إحنا أعطيناه إياها كانت 30 ملي فولت، فكان الفولتج جين له عالي، وكان الإنبوت إمبيدنس والأوتبوت إمبيدنس حسبناهم كانوا الإنبوت إمبيدنس والأوتبوت إمبيدنس كانوا ميديوم، وحسبنا ولقينا إنه الأوتبوت فولتج كانت الموجة في لها فيز شيفت عن الانبوت فولتج بمقدار 180 درجة، وشفنا الكت اوف فريكوانسي ولقينا انها هي عبارة عن 47 بوينت كيلو هرتز. تمام، 47 كيلو هرتز، هذول الخصائص اللي كانوا بالنسبة للكومون ايميتر امبليفاير. لكن الكومون كولكتر امبليفاير راحين ندرسه تركيبه ودائرته، وبالتالي راح نشوف شو الفرق بينه وبين الامبليفاير اللي احنا اخذناه قبل. بداية خلينا نركز على التوصيلة تاعت الكومون ايميتر امبليفاير. قبل ما نيجي، هاي السيركت تاعت الكومون ايميتر امبليفاير، هذا عند الترانزستور. فاذا نلاحظ شو نوع هذا الترانزستور، ان بي ان ولا بي ان بي، راح نلاحظ احنا كلنا انه نطلع على الإيميتر، إذا كان إشارة السهم إنه التيار طالع منه، تمام، التيار طالع، فبالتالي هذا بيكون ان بي ان. ليش ان بي ان؟ طلع هون ان يعني نيجاتيف، وهون بي بوزيتيف، هون ان نيجاتيف، احنا غذينا البيز فبالتالي هو البوزيتيف، وبما انه التيار راح على الإيميتر فبالتالي راح على النيجاتيف، فبالتالي هو ان بي ان. بهاي الطريقة أنا بعرف الـ NBN. في الأسبوع اللي فات أرفقنا لكم فيديو إذا كانوا عندي نوعين مختلفات من الترانزستور، كيف أنا بقدر أحدد إذا كان هذا الترانزستور NBN ولا BNB باستخدام المالتيميتر، بنحط على إشارة الدايد وبنفحص. يا ريت تشوفوا الفيديو. بالنسبة ليش، طب ليش هاي الدائرة كومون كوليكتر؟ ليش مش كومون إيميتر مثلا؟ السبب إنها كومون كوليكتر انه الانبوت فولتج وين داخله؟ داخله على البيز، والاوتبوت فولتج وين ماخذها؟ ماخذها من الايميتر، فبالتالي هي كومون كولكتر. لاحظ الانبوت بده يدخل على البيز، الاوتبوت بده ياخذه من الايميتر، وبالتالي هي كومون كولكتر. هذا الاشي بيعني انه الكولكتر متصل بين هاي الكولكتر، له علاقه بالاوتبوت سيجنال، لانه له علاقه بالاوتبوت سيجنال، لأن التيار اللي بده يمرق فيه الكوليكتر له علاقة في التيار اللي يمرق بالإمتار، وبالتالي هو له علاقة بالأوتبوت فولتج. وكذلك الأمر بما إنه الـ VSS جاي عندي هون من الكوليكتر، فبالتالي له علاقة في الإنبوت اللي بده يفوت عندي على البيس. فبالتالي بما إنه الكوليكتر له علاقة في الإنبوت وله علاقة في الأوتبوت، فبالتالي هي كومون كوليكتر. و بما انه الانبوت فولتج داخل على البيس والاوتبوت فولتج ماخذينه من الايميتر، فبالتالي هي كومون كولكتر سيركت. تمام، كومون كولكتر سيركت. طبعا هون هذا الاشي اللي وضحناه. اوكي، قبل ما ندخل في التفاصيل خلينا نوضح شو يعني بي بيتا. احنا بنعرف انه كل ترانزستور في الدنيا له بيتا. بيتا هي عباره عن اي سي الكوليكتر، التيار اللي بمر بالكوليكتر على التيار اللي بمر في البيز. تمام، بيتا هي عبارة عن تيار بمر في الكوليكتر والتيار اللي بمر في البيز. طلع هاي تيار بمر بالكوليكتر وهاي تيار اللي بمر في البيز. طبعا التيار اللي بمر بالكوليكتر أعلى بكثير من التيار اللي بمر في البيز، وبالتالي بيتا راح نلاقيها مرات 200 400. تمام، شو وحدتها؟ ما لها وحدة لأنه تيار عادي. أوكي، قبل ما ندخل كمان نشوف شو معنى الفولتج جين. في يو فولتج جين، الفولتج جين هو عبارة عن V output على V input. تمام،
وشو معنى الفولتج جين بتاع التيار؟ الجين بتاع التيار هو طلع وين الاوتبوت سيجنال جاي عندي. الاوتبوت سيجنال جاي عندي من الايميتر، والانبوت سيجنال من وين؟ من البيز. فبالتالي الجين بتاع التيار بساوي اي اي على اي بي، نعم اي اي على اي بي. هذا الشيء اللي بنعرفه. كمان في شيء لازم نوضحه، انه طبعا حسب، احنا كنا دائما في مختبر الكترونيات اثنين كنا نحسب الانبوت فولتج، وكنا نحسب التيار، ونحسب الفولتج جين، نحسب الكرنت جين، ونحسب الار انبوت والار اوتبوت حسابيا. كان في معادلات واحنا نشتقهم، لكن اذا حدا بده يعرف كيف حسبنا الار انبوت والار اوتبوت برجع للمادة حسابيا، لكن بالنسبة لنا هون رايحين نحسبهم عمليا. اوكي، قبل ما نروح عمليا لازم، اوكي، الار انبوت هي عبارة عن قيمة عالية جدا هاي في هذا النوع من التوصيلة للباي بولار جنكشن ترانزستور. الار انبوت له هاي، والار اوتبوت له لو، ار لو، هذه لو، هذه كيف هاي. تمام. هسا خلينا نوضح في هذا السيركت، خلينا نوضح كل عنصر من عناصر هذه الدائرة شو له هدف. في نوع عندي الاوتبوت الانبوت فولتج، هذا الانبوت فولتج بده يدخل على البيز. اوكي، وانا في عندي السي واحد، ليش نستعمل سي واحد؟ هي عبارة بس نستعملها عشان تفصل لي، تكيم الدي سي عن الاي سي، يعني تفوت لي بيور اي سي. تمام، دخل لي بيور اي سي. اوكي، شو وظيفة ار واحد وار اثنين؟ لما زي ما ذكرنا بالترانزستور اللي قبل اللي هو الايميتر كونفيجريشن، وظيفته بس يعمل لي بايس على البيز. كيف بده يعمل بايس؟ في عندي هون في سي سي، الفي سي سي بدها توزع بين المقاومة هاي والمقاومة هاي، وبالتالي بدها تحدد لك قديش كمية الفولتج اللي عندي موجودة عندي هون، بدها تحدد كمية الفولت اللي موجودة عندي هون. فبالتالي هي بتتحدد قديش بالفولت اللي احنا بندخله على البيز سيركت. اوكي، وبالتالي لهم علاقة بالبايس اللي على البي بيز. تمام، الار اللي موجودة عندي على الايميتر شو لها؟ لها عشان تعطيني الاوتبوت فولتج، فبالتالي الاوتبوت فولتج بيساوي ار اي في اي. تمام. بالعادة احنا نحط كمان ان هون اخرى كباستور، وهذا الكباستور وظيفته انه يطلع لي بيور اي سي. اوكي، يطلع لي ان بيور اي سي. لو جينا حللناها تحليليا بدون عمليا، نلاحظ الفي اوتبوت، الفي اوتبوت اللي عندي هي الفي ار اي. تمام، الفي ار اي، والفي ار اي هي نفسها الفي بيز زياده 7 بالعشره موجوده عندي هون. خلينا هسه نهمل 7 بالعشره، فبالتالي لو جينا الجهد اللي موجود عندي هون هو نفس الجهد اللي موجود عندي هون، والجهد اللي موجود عندي هون شو بيساوي؟ بيساوي في سي سي في ار 2 على ار 1 زائد ار 2 حسب القانون اللي عندي هون. والفي بيز نفسه في اوتبوت، لكن قلنا احنا في عندنا 7 بالعشره، هاي 7 بالعشره من وين جاي؟ لانه هون في عندي دايل انا، صح؟ هون في عندي دايل، وهون في عندي دايل. اوكي، هذا الدايل اللي عندي هون له مقاومة داخلية بنسميها مقاومة الـ RE. تمام، فبالتالي 7 بالعشرة بتيجي من عندي من هون. اوكي، هون بقول لك بما انه فيش عندي مقاومة على الكوليكتر سيركت، فبالتالي رايح تيار الكوليكتر كله ينزل عندي على الايميتر. تمام، وسبب لي دروب فولتج على ال ار اي، على ال ار. تمام، طب اوكي، هلا عندي قلنا بما انه البايب بولر جنكشن ترانزستور هو عباره عن كرنت كنترول ديفايس، وبالتالي اذا انا تحكمت في التيار اللي داخل على البيز بقدر اتحكم بالتيار اللي بده ينزل من الكوليكتر. اوكي، كوليكتر،
فبالتالي لما يزيد التيار اللي داخل عندي من البيز، طبعا حسب ما شبهناه بالحنفية، بيزيد عندي التيار اللي رايح من الكوليكتر للإيميتر. أوكي، فبالتالي التيار الإيميتر يساوي تيار الكوليكتر زائد تيار البيز. لما نيجي عندي هون تيار الإيميتر يساوي تيار البيز زائد تيار الكوليكتر. لكن نلاحظ إنه تيار البيز قليل جدا جدا جدا، وبالتالي بنقول إنه آي الإيميتر يساوي آي الكوليكتر. أوكي، تمام. بما انه اي الايميتر يساوي اي الكوليكتر، اذا بنرجع هون اي الايميتر بده يساوي اي الكوليكتر، تمام. احنا كنا هون عندي اي الايميتر، فبالتالي اي الايميتر يساوي اي الكوليكتر، معناته بيتا بتساوي الكرنت جين. فبالتالي الكرنت جين لهي الدائره، بما انه قلنا بيتا قيمتها عاليه، فبالتالي الكرنت جين لهي الدائره بده يكون قيمته عاليه. فبالتالي هاي الدائرة مهمة عندي في الكرنت جين. نلاحظ شغلة ثانية نلاحظها، انه في عندي كل الجهد اللي جاي عندي هون، الجهد اللي جاي عندي هون تقريبا مساوي الجهد اللي جاي عندي هون ناقص 7 في 10. بالتالي نلاحظ انه الاوتبوت سيجنال الامبليتيود الها تساوي الامبليتيود للانبوت سيجنال، فبالتالي الفولتج جين اللي موجود عندي هون بين الانبوت والاوتبوت تقريبا بيساوي 1، يعني 99% أو ما إلى ذلك. هلا غير هيك، بما إنه الدائرة اللي موجودة عندي هون في حالة الفورورد بايس، فبالتالي ما راح يصير إشي، ما راح تنعكس الموجة، بالتالي الموجة اللي طالعة عندي هون هي نفسها الموجة اللي داخلة عندي، هي نفس موجة الانبوت، بالتالي موجة الاوتبوت موجة الانبوت هي عبارة عن انفاز. وهذا الشيء حنشوفه عمليا هلا باستخدام ليبراتوس، بس احنا قاعدين نوضح فيه نظريا ليش صار عندي بهذا الشكل. كنا تقريبا يونت جين، هو مش يونت جين، 99% تقريبا. كنا الفي اوتبوت الجين، الجيم يساوي في اوتبوت على في انبوت، تمام. الفي اوتبوت على في انبوت، في اوتبوت يساوي تيار الايميتر مضروب في مقاومه الايميتر، لكن الفي انبوت يساوي تيار الايميتر مضروب في مقاومه الايميتر مضروب في مقاومه الدائره الداخليه، وبالتالي هذا الاختلاف اللي بينهم. لكن اذا بنلاحظ، قلنا بما انه اول شغله تيار بيز قليل جدا جدا جدا، وبالتالي مقاومه الدائره قليله جدا جدا، فبالتالي ار اي فتحه زائد ار اي يساوي ار إلى إيه حالها، وبالتالي احنا نلاحظ ان الجين فولتج بيساوي 1. في اوتبوت ليش كتبناها على هاي الصيغه؟ لان احنا جينا كلنا هون، حتى جينا طلعنا على الفي عندي هون، في انبوت، في اوتبوت بيساوي في انبوت ضرب ار اي على ار اي زائد ار اي داش، تمام. ونن انفرتنج، ووضحنا ان انهم ان فيز، معناته هو نن انفرتنج، وبالتالي يونت. هذا المثال بتكرهه، هو مثال عملي بس عشان نوضح لي احنا كيف حسبنا الجين حسابيا. احنا رايحين ناخذه قياسيا كمان شويه في الدائره. اخر شيء السمري للكومن كوليكتر امبليفاير، احنا لاحظنا ان الجين تقريبا يساوي 1، ووضحنا انه في عندي كرنت جين لكن الفولتج جين 1، في عندي كرنت جين لكن هذا الكرنت جين بيساوي تقريبا بيتا، ووضحنا شو هي بيتا، وقلنا انه زد انبوت هي هاي وزد اوتبوت لو، اذا راح نشوفهم، وموجه الاوتبوت وموجه الانبوت مساوي. طيب بما انه موجه الاوتبوت وموجه الانبوت ان فيز وما صار عندي فولتج جين، طب بالتالي شو انا بستفيد من هاي الدائره؟ اللي بستفيده من هاي الدائره انها بفر، في شيء يسموه البفر. شو الشيء البفر؟ يعني انه انا مثلا عندي هنا دائره وعندي دائره ثانيه ابعاد عن بعض، بما ادمجت بينهم سلك، وبالتالي يصير في عندي دروب فولتج. انا شو بعمل؟ بجيب عندي هاي الدائره بحطها بين المرحلتين هذولا، وبالتالي تدخل عندي الموجه وبتطلع من الموجه هاي نفس الاشي. يعني بدل ما يكون في عندي سلك بين وحده وحده ثانيه، بين امبليفاير وامبليفاير ثاني، لما يكون عندي سلك ويصير عليه ضياعات، انا باجي بحط الكومن كوليكتر امبليفاير هنا، وبالتالي ال 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 الفي انبوت اللي داخلها نفسها الفي اوتبوت، وبالتالي ما راح يصير عندي ضياعات، وهذا اللي انا بستفيده من دائره الكومن كولكتر امبليفاير، وكمان بقدر استفيد منها في دوائر
اللي بدها كرنت جانا، تمام؟ مش فولتج. هيك بنكون ختمنا.